مؤسسه ال سي سي تي سي لوميد كابين كرو ترينين سنتر، مؤسسه خاصه اللي كتواجد في اكادير في شارع الحسن الاول حي الدخله. دونك المدرسه ديالنا تلقات من المنظمه الدوليه للطيران المدني تروفي فول ممبرشيب، لا بلاس كون ابيل لا بلاك دور فول ممبرشيب، وهذا اعتراف من طرف المنظمه الدوليه للطيران المدني بالمؤسسه ديالنا، واعتراف عالمي اللي كيبين على الكفاءات اللي كتوفر عليها المؤسسه، سواء كفاءات تقنيه او لا كفاءات qui concerne les compétences personnelles du le staff de l'administration et le corps professoral. دونك هذا كيشرف المؤسسه وكيشرف من طبيعه الحال جهه سوس مثلا وجهه الجنوب باكملها، لان المدرسه مؤسسه ال سي سي تي سي تعتبر المؤسسه الوحيده المعتمده من طرف الدوله اللي كتواجد باكادير وبمنطقه ديال الجنوب، وكذلك هو اعتراف بالميدان ديال الطيران المدني في البلاد ديالنا في المغرب. هاد الاعتراف بيان سور ما جاش من محض الصدفه، ولكن اعتراف اللي جا طبقا للمعايير الدوليه، هاد المعايير اللي كتلزم المنظمه الدوليه للطيران المدني، كتلزم ان المنظمات او المؤسسات اللي غيكونوا معترف بهم من طرف المنظمه خاصهم يكونوا كيتوفروا على هاد الشروط باش يوصلوا لابلاك دور فول ممبرشيب. في إطار الدورات التفتيشية اللي قامت بها المنظمة الدولية للطيران المدني خلال هذه السنوات، تبين لها بأن المؤسسة كتوفر على جميع المعايير العالمية اللي كتمكنها أنها تكون ان سونتر مونديال دون لافياسيون سيفيل انترناسيونال. بالنسبة للمؤسسة، المؤسسة كتوفر على بزاف ديال الشعب، من بين الشعب اللي كتوفر عليهم بيان سور شعب كلهم في ميدان ديال الطيران المدني، كاينه شعبه اللي معترف بها من طرف الدوله اللي هي سكون ابيل اتام اكوي دون لي ترونسبور ايريان اي ماريتيم. هاد الشعبه شروط الولوج ليها كيخص المشتركه ولا الطالب يكون عنده على الاقل نيفو باك او فما فوق، ويكون عنده على الاقل 18 عام ولو ماكسيموم 27 عام. المده ديال التكوين هي عامين. التكوين ما كاينش فيه غير النظري، ولكن فيه النظري والتطبيقي. النظري كيدوز في المؤسسه عندنا، والتطبيقي كيدوز في المطارات ديال المملكه، دونك مختلف المطارات. وهذا التكوين التطبيقي كيكون ضروري، خاصو يدوز في لا فورماسيون في لو كورسوس دو فورماسيون، هو اللي كيمكن الطالب انه يطبق اي حاجه قراها في النظري في المدرسه، وكتزيدوا واحد التوعيه اكثر وواحد الكفاءه اكثر في لو كورسوس دو فورماسيون ديالو. وكاين شعب واحد اخرين، دونك ال سي سي تي سي ما بقاتش مؤسسه وحده، ولكن ولات جروب ال سي سي تي سي، لان فتحنا مؤخرا مدرسه اخرى اللي داخله في الجروب ال سي سي تي سي اللي سميتها لي ماك ايكول ماروكين دو لافياسيون سيفيل، ولا فوكاسيون ديال لي ماك سي لا فورماسيون دي بيلوت دو لين ايازا. L'IASA, c'est pour ces pilotes-là, une fois ils vont avoir la formation d'IALHOM, donc ils vont recevoir par la suite, à l'issue de la formation, ils vont recevoir des licences européennes de pilotes de ligne. Et هذا الشيء كيمكنهم انهم يشتغلوا في جميع شركات الطيران في العالم. وكاينين دي فورماسيون واحد اخرين اللي كنديروهم بشراكه مع لواسي لورغانيزاسيون دو لافياسيون سيفيل انترناسيونال، اللي توجد السونتر ديالنا بانه سونتر فول ممبرشيب. دونك هادو كنديروهم في كل ما كيتجلى لا فورماسيون ديال لي انستركتور دو لافياسيون سيفيل، لي انستركتور دون مانيير جينيرال، la formation des dirigeants des centres de formation, ce qu'on appelle les formations spécifiques, le facteur humain, marchandises dangereuses, il y a beaucoup de formations qui sont le groupe Maiden de Tayaran. Cette tuige qui est en train de bien sûr, c'est une tuige qui est en train de faire pour les gens. Pourquoi? Parce que les gens sont les gens qui nous permettent de faire le plus tard, parce qu'ils font la confiance de leur confiance. Et cette confiance, nous ne pouvons pas la faire. Nous devons travailler plus et plus pour nous arriver à leur objectif.
و لو ترافاي ديالنا ما كنوصلوش ليه بوحدنا يعني كمؤسسين ديال المؤسسه، ولكن كنوصلوا ليه بالدعم من لو ستاف ادمنستراتيف كامل ولو كور بروفيسورال ديال ليتابليسمون اللي دائما ديسپونيبل معنا ودائما كيمشي معنا في لي زوبجيكتيف ديالنا ولا استراتيجي ديالنا.